هذه فيها عدة أسئلة، والسؤال الأول يقول إن من أحد شروط الدعاء هو التكرير ثلاثا. يقول: وقد قرأ الخطيب في يوم الجمعة وذكر الدعاء مرة واحدة بعد الخطبة في المسجد، هل يجوز هذا؟ أرجو توضيح ذلك. ليس الأمر كما فهم هذا الأخ بأنه من شروط الدعاء أن يكرر ثلاثا، بل هذا من الآداب التي ليست بشرط، ويجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى مرة واحدة، أي أن لا يكرر الجملة التي دعا بها، وإنما تكرارها من باب الأدب لا من باب الشروط. لكن من المهم أن يعلم أنه من شروط الدعاء أن يكون الإنسان مؤمنا بمن دعا، وأنه قادر على إجابة دعوته. وكذلك من الآداب المهمة جدا اجتناب الحرام في الأكل والشرب والملبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، وكل هذه الأمور من أسباب إجابة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء لهذا الرجل الذي وجدت منه أسباب إجابة الدعاء، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته لوجود هذا المانع القوي، وهو كونه يتغذى بالحرام ويلبسه. على كل حال، فعل الخطيب وهو أنه دعا مرة واحدة في أثناء الخطبة لا بأس به. نعم، أحسنتم.